الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الماسة بمدينة العالمين الجديدة، ويقوم بجولة تفقدية بمنتجع ماسة العالمين ومشروعات الصوب الزراعية. الرئيس السيسي يهنئ شعب مصر بمناسبة حلول عيد الأضحى، ويتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الداخلية تفرج بالعفو عن 1024 نزيلاً وعن 610 إفراجاً شرطياً من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الماسة بمدينة العالمين الجديدة، وعقب صلاة العيد قام الرئيس بجولة تفقدية بمنتجع ماسة العالمين. كما تفقد الرئيس السيسي بالطائرة صباح اليوم مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب. المزيد في سياق التقرير التالي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الماسة بمدينة العالمين الجديدة. الله أكبر. اللهم إنا نسألك من موقعنا هذا أن تحمي مصر وأن تحمي شبابها من كيد الكائدين وغدر الغادرين، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السيد الرئيس قام عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بجولة تفقدية بمنتجع ماسة العالمين، حيث رافق سيادته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من السادات الوزراء. بيتكون مشروع فني من 6 أبراج، البرج 1 و2 والبرج الثالث عبارة عن فندق. الفندق عبارة عن 750 غرفة، غير الفندق الصغير في 102 غرفة، يعني حوالي إن شاء الله القوة الشعبية بتاعتنا 850 غرفة فندقية. منطقة المارينا حوالي 650 متر، تم الإنجاز منها حوالي 80%. منطقة الخدمات دي فنم ضم الشرر وغرفة المحولات وغرف التكييف، وتم الانتهاء منها بالكامل، وتم الانتهاء من الانفراستراكشر بالكامل للمشروع بالكامل يا فندم. وقد استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع. وعقب ذلك قيام سيادته بمشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث أشاد السيد الرئيس بحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلا عن أكبر فندق بالساحل الشمالي ومنطقة مارينا اليخوت. واختتم سيادته الجولة بالمرور على الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي شعب مصر بمناسبة حلول عيد الأضحى، حيث قال الرئيس عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس اتصالا هاتفيا بكل من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والشيخ صباح أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والرئيس العراقي برهم صالح، وذلك لتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وفي ذات السياق تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والرئيس الفلسطيني محمود عباس لتهنئة سيادته بعيد الأضحى المبارك. قامت وزارة الداخلية بالإفراج بالعفو عن 1024 والإفراج الشرطي عن 610 من نزلاء السجون، يأتي ذلك تنفيذا لقرار الرئيس السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. المزيد في سياق التقرير التالي. مع أيام مباركة قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يدخل الفرحة بعد ساعات قليلة من صلاة عيد الأضحى على 1634 سجين بعفو رئاسي، منهم 610 بعفو شرطي، وذلك بعد استيفاء الشروط للمفرج عنهم قبل باقي المدة. فجأة لقيتهم بينادوا عليا بيقولوا لي يلا عشان أتروح جالك إحفاء من السيد رئيس الجمهورية. فسيادتك أنا مش متخيل الموقف، يعني ما نمتش من اللحظة من ساعة ما سمعت الخبر امبارح. والله أنا بشكر ربنا من عنده ومن الحياة ان انا ربنا كرمني وطلعت في العفو هذا. فقضيت سنة وبعد السنة جاني عفو رئاسي فجأة كده بيقولوا لي يلا عشان اتروح. طبعا احساس ما يتوصفش، يعني ده بفضل طبعا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو مرعان بينا فجعل لنا افراج في شهر مبارك وكريم، ان نجعلنا في وسط اهلنا نعيد معهم. واقول دايما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ونفيدة مصر. توجه الدولة المصرية نحو إصلاح المجتمع طال السجناء في محبسهم حول ثقافة الالتزام والتعلم ليصبح بعد خروجه عضو فاعل في المجتمع. علمونا مهنة الحدادة واشتغلنا فيها كويس، وإن شاء الله بأمر الله نخرج برا نبدأ حياة جديدة. التجربة اللي أنا عانيتها في الكام شهر اللي أنا قعدتهم هنا في السجن، فده بيمنعني إن أنا أفكر بدل مرة مليون مرة أو لا أكاد إن أنا أمد إيدي إن أنا أمضي أصل أمانة لأي حد. طيبة القيادة السياسية إذن وبعد تنفيذ القوانين ومن خلال أجهزة وزارة الداخلية البعد الإنساني عند مساجين أتم جزء من المدة لتكون البقية منها في أحضان ذويهم. تواصل وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الوزارة بنشر قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات على النيل لتحقيق الردع لأي تجاوزات أو حالات خروج عن القانون. المزيد في سياق التقرير التالي. تتواصل استعدادات وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. فعلى صفحات النيل الخالد انتشرت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لفرض تواجد أمني فعال يشعر معه المواطنون بالطمأنينة ويحقق الردع لأي تجاوزات أو حالات خروج عن القانون. حماية المواطنين كان الهدف من عمليات التفتيش على العائمات والمراكب النيلية للتأكد من توافر وسائل الأمان وسلامة تراخيص تشغيلها، فضلا عن التشديد على عدم تجاوز الأعداد المقررة لمستقليها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين. وعلى الطرق السريعة استعدت الإدارة العامة للمرور للتعامل مع الكثافات المرورية التي تتزامن مع فترة الأعياد والتي يقبل فيها المواطنون على استخدام تلك الطرق بين المحافظات المختلفة. الرقابة الفاعلة وتأمين المسافرين هم الهدف من تسيير الأقوال المرورية على كافة الطرق، فضلا عن تواجد سيارات الإغاثة المرورية
لنجدة قائد مركبات في حالة المواقف الطارئة. وإلى المسافرين عن طريق القطارات، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حاضرة وبقوة لتأمين المترددين على الأرصفة والمحطات وفق خطة أمنية متكاملة وخدمات أمنية منتشرة على مداخل ومخارج المحطات وأخرى داخل عربات القطارات، جميعها مدربة ومجهزة لفرض مظلة تأمينية شاملة على حركة المسافرين. كل هذه الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية تأتي وفق خطة أمنية لفرض الأمن وتأمين جموع المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.